الناقد الفني استاذ علي القشوطي، رئيس قسم الفن جريده اليوم السابع. اهلا بيك معانا، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا، كل سنه يا رب طيبة. يكون قضيت عيد سعيد. الحمد لله، عيد سعيد عليك يا رب. يا رب، ميرسي ليك. كنت عايزه اتكلم معاك على موسم رمضان، وموسم كان ثري بكل اللي احنا شفناه خلال رمضان 2024. لو حطيت لك شعار على رمضان 2024 هيكون ايه؟ ممكن نقول ان هو عامل الثراء والتنوع، لان هو حقيقه موسم ثري فنيا جدا، وفي نفس الوقت متنوع بشكل كبير على اكثر من مستوى. يعني التنوع اللي حصل في موسم شهر رمضان 2024 ما كانش فقط على مستوى القصص او على مستوى تنوع الابطال، لا كمان على مستوى المؤلفين والمخرجين وفئات الكاست الكبيره المشاركه ما بين مخضرمين وما بين شباب وما بين جيل وسط. بالاضافه لان فكره ان الموسم ضم مجموعه كبيره من مسلسلات ال 15 حلقه، فده ادى غنى اكتر، غنى فني على مستوى الصوره ومستوى الاعمال اللي اتقدمت. فهو يعني موسم ثري فنيا ومتنوع بشكل كبير. وتقييمك العام، احنا لسه هدخل دلوقتي في التفاصيل، بس تقييمك العام لموسم 2024؟ والله انا بشوفه يعني جيد مرتفع. يعني اعمال كتير السنه دي كانت متميزه، اعمال كتير شدت الجمهور، واعتقد لحد دلوقتي الناس لسه متفاعله معاها ومكملين يعني. صح. شويه حلوين بعد العيد. يعني ايه الحاجات اللي انت شايف ان هي اتحسنت في الموسم ده عن موسم السنه اللي فاتت؟ والله احنا عندنا وده حصل من سنين كتير، بس في طفره السنه دي نقدر نسميها، في طفره كبيره على مستوى مديرين التصوير، في طفره كبيره على مستوى الموسيقى التصويريه. احنا سنه عن سنه اعتقد ان احنا محتاجين نصدر مواهب مديرين التصوير والموسيقى التصويريه للعالم كله، لان حقيقه بيقدموا مستوى راقي جدا على مستوى الصوره والموسيقى والمونتاج والاخراج. الحقيقه السنه دي يعني كمان كان في موسم في انجازات كتير نقدر نتكلم عنها. انتجنا 20 مسلسل للشركه المتحده انتجتهم خلال موسم رمضان 2024، ايه هي السمات اللي بتميز كل واحد فيهم؟ هو الموسم كله على بعضه فيه اكتر من ظاهره، في ظواهر فيها تحديات بشكل كبير جدا، والحقيقه ان هم نجحوا فيها لحد كبير. يعني مسلسل الحشاشين ده واحد من اهم التحديات اللي المتحده قدمتها في 2024. مسلسل زي مسار اجباري واحد من اهم التحديات، لان هو امنوا بمجموعه شباب جداد ان هم يبقوا ابطال المسلسل، ودعموهم بنجوم مخضرمين زي بسمه وصابرين ومخرجه زي نادين خان. ففي النهايه شفنا مسلسل متماسك بشكل كبير جدا وشد الجمهور في النصف الاول من رمضان.